بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن أزمة قطر سببها غياب الثقة والتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، معتبرا أن الحلول المؤقتة ليست جيدة والدبلوماسية يجب أن تعالج دعم قطر للتطرف والإرهاب. ولفت قرقاش إلى أن السياسة القطرية منذ العام 1995 كارثية على المنطقة، وجوهرها دعم التطرف والإرهاب، ولدينا فرصة ذهبية لتغيير ذلك. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة جنوب مدينة الرقة شمال سوريا، كان تنظيم داعش يدير فيها قاعدة عسكرية كبيرة ومعسكرا تدريبيا وفق ما ذكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي للقوات إنها سيطرت على بلدة العكيرشي التي تبعد نحو 15 كيلومترا جنوب الرقة، حيث أنشأ فيها داعش معسكرا تدريبيا اسمه أسامة بن لادن نسبة إلى زعيم تنظيم القاعدة السابق. قدرت الأمم المتحدة الثلاثاء أن نحو 50,000 من المدنيين قد يكونون عالقين في الرقة معقل تنظيم داعش في شمال سوريا مع تفاقم النقص في المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وأقر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تأمين مخرج آمن للمدنيين العالقين ليحصلوا على الأمان والملاذ والحماية باتت مسألة ملحة. بدأت القوات العراقية في مدينة الموصل عملية واسعة لإزالة مخلفات داعش من الأزقة والأحياء التي كان يحتلها. ووفقا لمصادر عسكرية فإن القوات العراقية تعمل على تفكيك الآلاف من الألغام التي زرعها التنظيم بطريقة معقدة وخطرة. كما بدأت القوات العراقية بالسماح لبعض الأسر بتفقد ممتلكاتها في المناطق المؤمنة من المتفجرات. لقي 16 عسكريا تابعا لمشاة البحرية الأمريكية حتفهم بعد تحطم طائرة كانت تقلهم في منطقة ريفية في ولاية ميسيسيبي. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الطائرة العسكرية أقلعت من قاعدة جوية لمشاة البحرية في تشيري بوينت في نورث كارولينا الاثنين قبل اختفائها عن الرادار وتحطمها في وقت متأخر من فترة بعد الظهر. أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ضم خاميس رودريغيز لاعب وسط ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين يوم الثلاثاء. وأكد ريال مدريد أيضا إتمام الصفقة إذ اجتاز رودريغيز الفحص الطبي، وقال بموقعه على الإنترنت إنه يحق لبايرن شراء اللاعب الكولومبي بعد انتهاء فترة الإعارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.